هنا وفي شمال شرق أفريقيا، وتحديداً أماكن تواجد أعشاب الشاي ونشرات الأخبار، يعيش واحد من أخطر أنواع البشر فتكاً ودهاءً يدعى الأب. ترتبط سرعة غضب الأب بعلاقة طردية مع سرعة شبشبه لاستلقاط الضحية أرضاً. هناك سلسلة من الخفايا والأسرار وراء هذا الشبشب يكشفها لنا العالم المختص في علوم الشباشب الطائرة روبرت كروكس. إنه سلاحا ذو سرعة لاسعة لا يقل خطورة عن لدغة أنثى الكوبرا الحمقاء، فإنه مزود بفتحات تهوية لتقليل مقاومة الهواء ومراعاة اتجاه الرياح، بالإضافة إلى تصميمه الفريد من نوعه الذي يسمح له بالدوران في الهواء أكثر فترة ممكنة واللحاق بالضحية في المنعطفات.